كان في اثنين شغالين في النيابة العامة، أعمارهم 22 سنة، طيب زين، وكانهم يحاولون يكيدون لي في مكيدة معينة، اوكي تهمة كيدية يعني. اوكي ف شو اسمه، فكانهم أرسلون آس عشان يقبضون علي يعني، اوكي عرفت؟ فأنا يوم عرفت أنهم جايين قمت شربت سم وانتحرت ومت يعني. ف لا حول ايه فهذا في هذا كان اخوي حلمان في حلم، يعني حلمين في حلم، عرفت؟ فكان تسلم يا مشاعر، بارك الله فيك. لا فكانه الحلم هذا ما كمل؟ لا لا، انا الحين هذا حلم اخوي، حلو. فهو قام في منامه، قام من المنام من النوم بعد وهو اوكي راقد، حلو. فسأل اخوي الثاني، قال له ناصر ليش مات؟ هل موته طبيعية وكذا؟ قال اخوي الثاني لا، ناصر مات مقهور يعني. اي نعم، هذا هو. شو سالفتك انت ابن حلال؟ ما ينفع. لا انت الحين شوف، هو الحلم مختصره، هم فعلا يريدوا يسووا لك مشكله هالناس هذول فعلا. يعني انت على الاغلب تشتغل معهم في نفس المجال، ايوه من صوتك، من طريقه كلامك، من طول الحرف اللي تقولها، الكلمه اللي تقولها، انت تشتغل في مجال عسكري. اوكي، ايوه وهم فعلا يتمنوا لك اها الضرر او يسعون فيه ليه بسبب ربما حسد في العمل، ربما طمع، ربما غيرة، إلى آخره إلى آخره. ايه ما نخلى و... اكيد. لا هم الأشخاص اللي في الحلم كيف علاقتك فيهم؟ تعرفهم؟ لا ما لا لا تعرفهم؟ لا، هو اخوي حلمان هالحلمان ما اعرفهم إي انا. ما يعرفهم. ايه لا هذول ناس معك في نفس مجالك العملي بس صغار، يدورون 22 سنة، ما كيف يعني؟ يعني هما الشخصين هذول اخوي يقول اعمارهم 22 اثنين ما لا دعوة، هذا صدمات الخدمة تكون مش اها أعمارهم الحقيقية. ايوه أشلون؟ و22 يدل على الباب في الأحلام، نعم يدل على الأبواب، فهمت علي؟ نعم فربما ويدل أيضا على النوافذ، فربما هذول الناس يستغلوك عشان يوصلوا لأحد أو اها يدخلوا الثقة، يكسبوا ثقة الناس أكثر أو غيره، ولكن نيتهم مش بريئة. اها حسب الحلم والعلم عند الله ان انت بدون قصد راح تفتح لهم انت الباب هذا، نعم فهمت علي؟ يعني اها انت راح تساعدهم بدون ما هم يطلبوا منك، بحسن طيبتك، بحسن تعاملك، باخلاقك العالي، راح تساعدهم بدون ما يطلبوا منك. للاسف اها راح تندم على هذا الشيء بعدين. اها والله هو صار، فكانك انت هو صار كانك انت سميت نفسك بنفسك، يعني انت الشيء اللي هم كانوا يسووه انت اختصرت عليهم الطريق. هو صار فيما مضى موقف يعني، كأنه انا من حسن نية اثرت على نفسي في عمل، بس في الماضي يعني. ربما يتكرر او ربما اثاره بعد موجوده، بس هو على الاغلب هذا الشيء يتكرر الحين، راح اها يتكرر. عرفت شلون؟ اها وحسب الحلم، ما تاخذني قبل الاذان، بحاول اذا قدرت. وحسب الحلم هذا شكل، وحسب الحلم الشكل الثاني للحلم هذا، ان ربما يكون فعلا يريدوا يعني يسوي لك شيء يضرك او يزعجك في العمل او غيره، بس انت من نفسك تطلب نقل او تقاعد. فكأن الشيء اللي هم تمنوه يقع بارادتك، فهذا الحلم يكون ما بين هذا الامرين. طب